حد من المتابعين كتب لي وقال لي انا عايز اجوز ذكر واحد لنتايتين. يعني انت عايز تغير الطبيعة يعني؟ ماشي. بص يا سيدي، هو طبيعة الحمام ان هو ليه انثى واحدة، بيكتفي بالانثى الواحدة، بس هو برضو بينسى بسرعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو احنا افترضنا ان هنا انتاية وهنا انتاية، ماشي، وهنا مثلا الذكر بتاع النتاية دي، حضرتك هتحوشه وتحطه في عين لوحده قيمة كده 3 4 ايام ودخله للنتاية التانية. طبعا النتاية دي تكون على شغل فهيتزوجوا عادي، بس انا فاهمة انت عايز تعمل كده عشان تزود. ايه انت الفقيق بقى اللي هتقول ايه انا هجيب التايهة عشان ده يحصي وده يحصي؟ طيب ما الذكر لما يكون مع واحدة منهم التانية ممكن الزغليل تطلع ضعيفة، هتقوم هي بالزغلولين لوحدها، خلي بالك. وبعدين اما تحصي دي تروح سايب الدق، يعني عايز ترجعها تاني للنتايه، ما هو بقى يبقى متعود عليها الاولانيه، يروح راجع ايه تاني للاولانيه، مش محتاج ان انت ايه تعزل. هي دي الفكره. وانا بنصحك تجيب لكل نتايه ذكر وبلاش تستنصح، وخليهم زي ما ربنا خلقهم بطبيعتهم ان الكل ذكر نتايه.